صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. في الحقيقة قبل أن أبدأ أود أن أشكر الإخوة في اختيار هذا الموضوع، لأن موضوع حيوي وحساس وتحتاج الأمة في هذه الفترة العصيبة. الأمر الثاني، أكون صريح وواضح إذا قلت أن هذا الموضوع لا تكفي حلقة واحدة، موضوع كبير جدا، فيه الكثير مما يقال، فنحن فقط ممكن نفتح هذا الباب ونعرج على بعض يعني العناصر في هذا الموضوع، لكن في الواقع لم نستطيع أن نفي حقه في حلقة واحدة. أما بالنسبة للقيادة وتعريف القيادة، فهي القدرة على التأثير على الآخرين وتحفيزهم وتوجيههم لتحقيق غرض معين. القدرة على تحفيز الآخرين، القدرة على التأثير على الآخرين وتحفيزهم، وتحفيزهم وتوجيههم لتحقيق غرض معين. نستطيع أن نختصرها بالقدرة على توجيه الناس، القدرة على التأثير في الناس بالدرجة الأولى. أنت قد تؤثر فيهم وتوجههم، وقد تؤثر فيهم ولا توجههم، لكن هم يتجهوا فيما بعد. يعني أقصد القائد دائما يترك أثر في نفوس الناس، سواء وجههم لتحقيق أمر معين أو ترك فيهم بصمات تربوية أخلاقية من خلال القدوة، من خلال الحديث، من خلال مواقف معينة. دائما القائد أينما كان هو مؤثر في الآخرين. فلو قلنا زي ما في الحديث الصحيح أن الحج عرفة، الحج عرفة، معنى هذا أن أهم ركن في الحج هو عرفة، حتى لو باقي الأركان حصل فيها خلل وتحقق هذا الركن تحقق الحج، لم يتحقق هذا الركن عرفة حتى لو تحققت كل الأركان لا يتحقق الحج. كذلك نقول القيادة التأثير. إذا تحقق التأثير في الناس فهنا القيادة، إذا لم يتحقق التأثير ليست هنا القيادة، حتى لو كان فيه منصب، فيه مسؤولية، فيه تعيين، لكن ما فيش تأثير ما معناه ما فيش قيادة. إذا أثر في الآخرين حتى إن لم يكن موجودا هو، سيمضي الآخرين تجاه هذا الهدف لأنه أثر فيهم سلفا. يقولون مرة وهذا الأثر. إذن التأثير هو القيادة، هي التأثير. إذن نستطيع أن نختصر صفة أو صفات القائد الناجح في أنه الذي يملك أن يؤثر في الآخرين. الأمر الثاني أن القائد الناجح هو الذي يمتلك رؤية يسبق بها الآخرين، يرى أكثر مما يرون ويرى أبعد مما يرون ويسبق الجميع في الرؤية، لديه حس مستقبلي وبعد نظر. ويرى صورة كاملة. فإذا من خلال باقي صفات القيادة اللي هي تحدث هذا التأثير، ومنها القدرة على التواصل مع الناس، القدرة على تكوين علاقات، والقدرة على الإقناع، القدرة على شرح وجهة نظرة وفكرة، والقدرة على التشويق والتحفيز، هذه كلها من صفات القائد الناجح.